كثير من الأوقات وأثناء تصميمنا للعروض التقديمية في برنامج باوربوينت أو ربما تكون في أي برنامج تصميم آخر، لكن في عند نقطة هو احتياجنا لإدراج الأيقونات، فبنتخبط وبنلجأ إلى جوجل وبنلجأ إلى بعض المواقع تحمل لي صور البي إن جي، وربما ما أعرف كيفية البحث حتى على الأيقونة اللي أنا محتاجها، لأن الأيقونات بزخم جدا كبير، وربما أن اللي أنا محتاجه بدقة أكبر أو بلون مغاير وما شابه ذلك، فأبقى في حالة التخبط. فبلجأ ومثل ما بنسمع كلياتنا أنه تم إدراج مزايا بداخل برنامج مايكروسوفت باوربوينت لإضافة الأيقونات، لكن بتفاجأ أن الأصدار اللي نحن مستخدمينه من باوربوينت هو أصدار قديم وما بيدعم هذه المزايا. فلذلك إليكم الحل الأمثل والأجمل بلقائي مع حضراتكم اليوم، تطبيق جدا متميز وجميل ومتوفر على متجر مايكروسوفت ستور، وأيضا يلي ما متاح عنده تفعيل المتجر راح أقدم له إياه بعيون التنتين إن شاء الله وتعالى برابط مباشر بصندوق الوصف، وراح نتعلم إن شاء الله وتعالى مع بعض كيفية تنصيب واستخدام هذا البرنامج. معكم أحمد صالح، مشرف قناة عالمكم ومدرب تكنولوجيا معلومات، تكرما ولطفا ومحبة من حضراتكم التفاعل والدعم لحتى أقدم لكم المزيد، ويلا مباشرة حتى نبدأ بشرحنا لهذا اليوم. مثل ما أنا شايفين يا أحبابي، نحن الآن على سطح المكتب تماما. طبعا إذا كان متوفر عندكم متجر مايكروسوفت ستور، فينا نبحث عن البيشن مباشرة، فهو بيظهر لي تطبيق بسيط مثل ما أنا شايفين فري ايكونز، بيحمل لي ايقونات انقر فقط على مفتاح الانستول لتثبيت الإضافة واستخدامها مباشرة. وإذا كان دخولكم للمتجر غير مجدي وغير ممكن، خلاص الموضوع محلول، بإمكانكم تحميل برابط مباشر هذا الملف لحتى نبدأ بتنصيبه مباشرة، وراح يكون موجود بوصف هذا الفيديو. بعد ما تحمل الملف راح ننقر باليمين عليه وبنتوجه إلى extract to vision، أي فك ضغط إلى مجلد بنفس اسم البرنامج تماما. رح نفوت إلى المجلد ونقوم بالنقل المزدوج وإعطاء موافق لتثبيت البرنامج. رح تظهر عندك شاشة تنصيب البرنامج وهي من أبسط يعني الإعدادات، ما في عندك أي شيء تختاره، أنقر على next ومن ثم yes. خلاص ورح يبدأ الآن بالتنصيب مباشرة، ورح تشوف أن البرنامج موجود ضمن قائمة إبدأ مباشرة للاستخدام جاهز تماما. ومثل ما قلت أن هذا البرنامج أنت رح تحتاجه في أي مجال تصميم، كنت شغال فوتوشوب أو إليستريتور أو باوربوينت أو حتى في الوورد ضمن أي بيئة، أنت رح يلزمك هذا البرنامج ورح تشوف اللي رح يغنيك بالبحث والتخبط عن أي أيقونة. رح نعطي لانش بيشن عشان يشغل البرنامج مباشرة، ورح نشوف رح تظهر لي إمكانيات متميزة تماما. طيب خلني أنا أسكر وأعطي نوثينج. تمام، الآن هذا البرنامج مثل ما أنا شايفين هو قابل للتكبير والتصغير، يعني أنت فيك تكبر وتصغير، ما عندك مشكلة يعني بالطول والعرض ومساحته، وهذا الموضوع من جماليته. خلني أرجعه إلى الوضع الافتراضي. أول شيء خلنا نفوت إلى الإعدادات مباشرة. دارك مود يعني هو يعطيك اللون الداكن أو الغامق، أنا بصراحة بفضله جدا. لانش with ويندوز، أي بداية تشغيل أو يبدأ بتشغيل البرنامج أثناء تشغيل ويندوز. وعندك always on top، دائما يكون فوق البرامج، يعني ما يكون خلف البرامج. لما أفتح أي برنامج باوربوينت أو سيوام يكون البرنامج موجود وأستطيع السحب والإفلات بداخل باوربوينت مباشرة، فبنتركه مفعل. بنرجع مرة تانية ومنشوف عندي هذه الأيقونات. خلنا نشغل برنامج باوربوينت ونعطي بعض الأمثلة مباشرة. على فكرة للملاحظة، حتى ولو ما كنت ضمن أي برنامج، باستطاعتك سحب وإسقاط أي أيقونة بصيغة البي إن جي أو بصيغة الآي سي أو اللي هي الأيكونز مباشرة. طبعا في الحسابات المدفوعة ممكن تحمل صيغ إس في جي والبي دي إف والإي بي إس إلى ما هنالك، لكن نحن الآن محتاجين البي إن جي كحد أدنى، ما أنا محتاج أيقونات، محتاج فقط بي إن جي. تمام، فلاحظ مجرد النقر والسحب والإفلات على سطح المكتب تم إدراج الأيقونة مباشرة على سطح المكتب، ممكن تستخدمها بأي مكان، لكن هي حجم جدا بسيط، فلذلك أنت بتتوجه إلى نفس المكان وبجي إلى الدقة وبنجي إلى كاستم، وممكن تعلي من 500 أو من 50 وتسميها 500 أو تسويها 1000 بيكسل، ما عندك أي مشكلة. فبنقر وبسحب مرة تانية رح نشوف تم إدراج الأيقونة بدقة عالية والصورة كبيرة، بإمكانك تستخدمها أيضا بأي تصميم. نرجع إلى برنامج الباوربوينت،
خلني اختار شريحة فارغة كونه مسارنا في القناة هو موجه لبرنامج الباوربوينت. بامكانك تعمل سيرش للبحث عن ايقونة بهذا المكان، بامكانك تتجول ضمن هذه الايقونات، راح تشوف عندك زخم جدا كبير للايقونات، اعداد خيالية. طيب راح اخذ الواتساب وبنقر مع السحب وندرجها. ليش اعطاني اياها كبيره؟ لاني انا كنت مختار من هون 1000 بيكسل، تمام؟ طيب بامكانك تختار انت اي رقم واي ابعاد اي دقه هذه البيكسل، تمام، او تختارها على شكل افتراضي حسب المساحات اللي انت محتاجها. لاحظ مباشرة جاهز للعمل وما عندك مشكلة فيها اطلاقا. اي ايقونة بامكانك تضيفها مباشرة، طبعا هذه الايقونة لونها ابيض لهيك هي ما ظهرت معنا، نعمل ديليت، تمام. الفكرة والجميلة بالموضوع على الشكل التالي: الفكرة الاولى انه انت تقدر تستطيع حسب الهوية البصرية اللي انت شغال عليها انك تحدد اي لون انت محتاجه تظهر فيه الايقونات. لاحظ معي اي لون تظهر فيه ايش الايقونات. خلني اختار على سبيل المثال الصورة نفسها للبيت اللي كنا نحن ماخدينه، تمام. اي ايقونة الان تحولت معاك الى نفس العائلة اللونية تماما. بامكانك مثل ما قلت تختار الصيغة، تختار اللون، تمام، وتعمل تخصيص لموضوع الهوية البصرية وتبدأ بسحب الايقونات. وبامكانك تنقر باليمين على اي ايقونة وتختار السيف اس او كبي ايميج مباشرة او كبي شورت كات، يعني بتشوف الخيارات كثيرة مثل ما نشافين. لكن الطريقة الاسرع والاسهل لالنا كلياتنا هي الدراك اند دروك، هي السحب والافلات. طيب الشيء الاخير ممكن اقدم لك اياه انك راح تشوف تبويبات فيها اعداد خيالية من ايش من الايقونات. صحيح ربما يكون منها مدفوع منها مجاني، ممكن نصغر الحجم شوي عشان نشوف المتاح منها ما بين المدفوع والمجاني، تمام. وليكن على سبيل المثال هذه ايقونة، هذه ايقونة، ممكن ارجع اغير اللون، خلني اختار اللون الازرق، تمام، وليكن عندي هذا اللون جميل جدا، تمام. لاحظ الآن الأيقونات أصبحت بمتناول يد وبسلاسة وسرعة، تمام. هذا الموضوع يلي يعني بيلفت الانتباه وبيجعل من هذا البرنامج هام للغاية. فبتشوف عوائل جدا 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 ضخمة من إمكانية إضافة الأيقونات. أتمنى يا رب إن شاء الله أكون قدمت لحضراتكم النافع واللائق فيكم دائما. فتكرما لا تنسوني من التفاعل والدعم، ترزو عني كل خير وألقاكم على خير، ودمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.